هندوس 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 هندوسة ما يهمناش كلامة الناس ولا الفلوسة وديناه عارفين ما فيش جرح ملوش دواء وديناه عايشين مسطورة ومبسوطين وديناه مش خايفين المهم احنا سوا هندوسة ما يهمناش كلامة الناس ولا الفلوسة وديناه عارفين ما فيش جرح ملوش دواء وديناه عايشين مسطورة ومبسوطين وديناه مش خايفين المهم احنا سوا ونسينا كل اللي كان بيدينا رجع زمان ايه يعني هنعيشها تاني ونتعب شوية كمان هنعيش لو فيها او ما فيش ايامنا ما تتنسيش والدنيا ما بتديش بس عايشة وحبها لو يوم هتدوس علينا هنقوم برضو بايدينا فيها ايه لو جت علينا المهم احنا سوا هنعيش لو فيها او ما فيش ايامنا ما تتنسيش والدنيا ما بتديش بس عايشة وحبها لو يوم هتدوس علينا هنقوم برضو بايدينا فيها ايه لو جت علينا المهم احنا سوا ونسينا كل اللي كان بايدينا نرجع زمان ايه يعني هنعيشها تاني ونتعب شوية كمان زي ما حكينا مشاهدينا حلقتنا لليوم من بيت للكل هي حلقة مميزة ومختلفة عن باقي أنواع الغناء مجموعة من الشباب المصري الذي لديه مواهب متعددة لكن موهبته في هذا النوع من الغناء جعلتهم يتجمعوا مع بعضهم حتى يشكلوا فرقة هذه الفرقة هي فرقة غنائية فرقة أكابيلا المصرية سمعنا عن هاي الفرقة لكن شو تفاصيلها كيف تجمعوا وما هو هذا النوع بالتحديد من الغناء كيف تجمعوا جمعهم أيضا الدكتور المايسترو للفرقة مازن دراز أهلا وسهلا فيك أهلا بحضرتك مساء الخير دكتور منورنا في برنامج بيت الكل حقيقة سعداء بهذه الوجوه الشابة الجميلة من خلال هذه الفرقة دكتور اللي نتسأل في بعض الأحيان حتى اللي يسوي مؤلف معين يختار العنوان حتى يجذب المتلقي والمشاهد أو القارئ اليوم من خلال هذه الفرقة اختاريت اسم أكابيلا مصرية ليش اختيار هذا العنوان بالذات؟ الموضوع جاي من أني كنت عايز أقدم فريق بيقدم الغنى بشكل الأكابيلا والأكابيلا باختصار أن الأصوات البشرية هي اللي بتقوم بدور الآلات الموسيقية فكنت عايز أقدم فريق بيقدم الغنى بهذا الشكل من خلال أغاني مصرية فعشان كده جت الاسم من هنا أكابيلا مصرية مايسترو دراز كيف تكونت هاي الفرقة احكي لنا شوي أكتر عن عمرها كمان وكيف انسجمتوا وتنغمتوا مع بعض هو الحقيقة إحنا الفرقة ميلادها كان قريب من حوالي 7 شهور كنا في أواخر شهر 9 يعني انطلقت الفرقة في التاريخ ده في التوقيت ده الموضوع جه من أني كنت بدرب السنين اللي فاتت منتخب الموسيقى والكورال لكذا جامعة يعني جامعة القاهرة والأكاديمية الفنون والحمد لله كنا بناخد دايما المراكز الأولى على مستوى الجمهورية عرفت في السنوات اللي فاتت أصوات كتير كتير حلوة يعني كتير في العدد وكتير في حلاوتها يعني قد إيه موهوبة أصوات تستحق إن هم ياخدوا فرصهم فطبعا على مدار الفترة اللي فاتت اتكونت كتير لي علاقات بشباب كتير قوي صوتهم حلو ولاد وبنات ومع الوقت تخمرت جوايا فكرة الأكابيلا وليه ما نستغلش الأصوات الحلوة دي كلها الفهمة والدرسة إن احنا نقدم بيهم هذا الشكل الأكاديمي الصعب بس ومن هنا اتولدت الفرقة يعني طيب أنا سؤالي أولا يعني ما شاء الله الفرقة جميلة مشرقة كمان بالشباب يعني الغنى والشباب فالفكرة حلوة لكن ده خلينا نعرف الناس إيه هي الأكابيلا يعني ادينا أمثلة يعني موجودة أنا عارفة إنه طبعا موسيقار الكبير محمد فوزي عنده أغنية من الأغاني وهو مميز بيها جدا تمام. طمني كلمني طمني كلمني طمني والأصوات فادينا هي إيه بالظبط يعني عشان الناس برضو تبقى قريبة منها
طيب هي الأكابيلا باختصار إن الغنى بيقدم من خلال الأصوات البشرية. الأصوات البشرية هي اللي بتقوم بدور الآلات الموسيقية. ده باختصار شديد جدا. طبعا أول من قام يعني بالتجربة الجريئة دي وقتها كان الفنان طبعا الكبير العظيم محمد فوزي، كان سنة 56. طبعا الكلام ده في الخمسينات كان زمان جدا، الفكرة سابقة عصرها سنين كتير قوي. فهو قدم أول واحد أقدم على الموضوع ده. بمرور الوقت في محاولات كتير لأن ناس كتير قدمت أكابيلا وقدمت الفكرة من خلال فرقة من خلال مجموعة. فجت من هنا فكرة إن يبقى معايا فريق بيقدم كل الغنى أكابيلا ويقوم بحفلات بشكل الأكابيلا وكده. بس فهي جت من هنا. بدايتها كانت طبعا سنة 56 مع الفنان محمد فوزي. مايسترو، أكيد إحنا طمعانين نسمع أكتر من هاي الفرقة لأنه أصوات رائعة بأداء جميل ورائع وخيالي، يمكن لأنه إحنا شفنا كيف الطبقات الصوت وكيف كمان هم بيمثلوا كمان دور الموسيقى، يعني بيقوموا في الغناء وفي الموسيقى نفسهم بأصواتها. مزبوط. فخلينا نسمع مع بعض أكابيلا. حاضر. Dum 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 في التقبيلة عقلي طار ورمى نفسه في نار طبق طار طبق طار في انهيار وفي سهر بالليل قلبي تغفل تقبيلة باختصار يا ما شاء الله عليك جبار على حبك قلبي تسستم كده قلبي تلعمل أم أم بقى زي الطبلة يدم دم ركتا ركتا ركا دم 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 ركا دم دم dum dum raka dum dum raka taka taka dum dum raka dum 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 raka dum dum raka taka taka dum dum raka dum 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 raka dum dum raka taka taka dum dum raka dum dum sabbi dum sabbi dum sabbi dum sabbi dum ya musabbi dum ya musabbi dum sabbi dum tarouhi rabbi dum zawi dum habibi zawi dum ala jamalak ana aiza taawi dum la ana bajammil wala bajawi dum la fi amar yum la ma hatahawi zawi dum ala hubbak qalbi tsastim كده قلبي تلعمل أم أم بقى زي الطبلة يدم دم ركتا ركتا ركا دم 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 ركا دم دم ركا تكا تكا دم دم ركا دم 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 ركا دم دم ركا تكا تكا دم دم ركا دم 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 ركا دم دم ركا تكا تكا دم دم ركا دم 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 ركا دم دم ركا تكا تكا دم دم ركا دم دم دم. مايسترو مازن، الآن أكيد في معايير معينة وصفات معينة يمكن في طبقات الصوت حتى يتم اختيار الشخص حتى يغني في فرقة أكابيلا، لأنه هذا يختلف عن باقي أنواع الغناء الأخرى، لأنه أحياناً قد يكون جماعي زي ما إحنا شفنا وأحياناً قد يكون سولو لحاله، يعني الفرد لحاله هو اللي بيطلع بغني. فخلينا نحكي عن المعايير، كيف بتختار الشاب أو الفتاة حتى يكون من فريق أكابيلا؟ طيب هو أولاً طبعاً لازم الصوت يكون سليم والودن سليمة جداً، يعني في أصوات حلوة بتحتاج شغل شوية، محتاج تمرين أكتر، محتاج شغل أكتر، وفي أصوات الدراسة أثقلتها، وفي أصوات الموهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى تبقى عظيمة جداً. فعلى هذه الشكلة بقى في قدامي أصوات كتير حلوة، صوت سليم جدا وودن سليمة جدا أقدر أشتغل بيه. طبعا تقسيم الفريق هو تقسيم أكاديمي جدا تبع تقسيم الأصوات للرجال وللنساء، يعني مثلا أصوات الرجال طبقتها أو المراحل بتاعتها عندي الباس والباريتون والتينور، وكذلك في الأصوات النساء عندنا الألتو والسوبرانو والميتو سوبرانو. فالأصوات في الأكابيلا مقسمة بهذا الشكل، ألتو ألتو وسوبرانو وميتو سوبرانو وباريتون وتينور. ده تقسيم فريق الأكابيلا الحالي
اللي بنشتغل من خلاله. طبعا انت بتحكي مصطلحات في علم الاصوات. مظبوط. ده تقسيم الاصوات للرجال والنساء من الغلظ الى الحده. ايوه. وكذلك للنساء من الغلظ الى الحده. فمن هنا جه تقسيم الفريق ان هو مقسم بهذا الشكل. بحيث ان كل خط من كل قسم من الاقسام دي بيقول خط من الخطوط الهرمونيه. وبهذا الشكل بيقوموا مكونين اللي احنا سامعينه ده شكل الانسجام. بالظبط. لازم طبعا يكون في ما هنا الودن لازم تكون سليمه لان انا بقول خط وفي جنبي حوالي 3 4 او 5 خطوط شغاله جنبي، فلازم انا اكون صوتي كويس وداني كويس عشان اقدر احافظ على التون بتاعي واقدر انسجم واتجانس مع بقيه الخطوط. دكتور، هذا اللي تتحدث به حقيقه جميل. يمكن انا من ضمن هواياتي أعزف آلة العود، عندي اطلاع يعني بالموسيقى خاصة بالنغم بالمقامات هذه الأمور بتقسيم الأصوات. اليوم حضرتك تحدثت عن شيء جميل، تقسم أصوات النساء واحد والأصوات الرجالية تختلف طبقاتها. يمكن اللي يتابع هذه الفرقة لأول مرة يقول كيف ممكن تقسيم الشابات والشباب أصواتهم تطاوع تكون آلة موسيقية. يعني مثل ما نعرف الآلات الشرقية تختلف عن الآلات الغربية، ممكن الجيتار يختلف عن الكمان وعن العود وعن الآلات الإيقاعية. تشرح لنا عن قضية توزيعهم أصواتهم كآلات، كيف يكون عمليات التدريب، وهل هناك أغاني لا يصلح بأن فرقة الأكابيلا أن تغنيها؟ هو طبعا زي ما قلنا من شوية أن هم الأصوات متقسمة بحسب طبقاتهم كرجال وكنساء. كل خط بيقول أو كل قسم بيقول الخط اللي يساعده او اللي يساعد المستمع انه يقدر يميز ان ده غنى وده ايقاع. فالخطوط الهرمونيه بشكل كبير بتقوم بدور الايقاع اكتر، اللي هو ممكن يقوم بيه الكيبورد مع البيس جيتار مع اله الريتم او الايقاع. وكذلك الخط المين اللي هو بيقول الغنى الميلودي الرئيسي، وكذلك ايه الخطوط الهرمونيه الاخرى. فكل ده انا بحاول ادمجه ببعضه بحيث ان هو يديني شكل وكاني انا مش محتاج اسمع جنبه الات موسيقيه. قد يحتاج وقت للتدريب؟ طبعا. ساعات؟ لا مش ساعات طبعا، بنحتاج شهور اشهر، بس اقصد باليوم الواحد للتدريب. حوالي 3-4 ساعات مثلا. 3-4 ساعات تقريبا في البروفه الواحده. طيب ده هيخليني برضو اسال، لانه يعني هو بحس ان اكافيلا بتجمع ما بين وكاننا مثلا زي اصوات الاوبرا، يعني اللي هي فيها القرار والصوت العالي يعني فانت كانك بتنفذ ولكن من خلال اغاني عربيه. مظبوط. احنا يعني الاغاني العربيه اللي بتغنيها اكابيلا، قول لي مثلا هل بيبقى في تحليل للاغنيه الاول؟ يعني بتتحلل لان الاصوات هي اللي هتقوم بصوت الات كتير وبعدين يتم تنفيذها. هل حصل مره انه حاولتوا مع بعض الاغاني ولم تنجح انها تتغنى بالصوت بطريقه اكابيلا؟ لا ما حصلش. يعني ممكن بشكل، مش عايز اقول اعمم قوي، بس هو كل اغنيه احنا اخترناها احنا نفذناها بشكل اكابيلا ونجحنا الحمد لله فيها جدا ان احنا نظهرها بشكل الاكابيلا. يعني بتختاروا الاول، انت الاول بتبقى حضرتك طبعا بما انك متخصص، فانت بتختار الاول انه نوعيه الاغاني دي تنفع وبعدين تنفذوها. صحيح. هل كان نفسك في اغنيه، يعني سؤالي بشكل تاني، انا فاهم، كان نفسك في اغنيه وبعدين قلت يا خساره مش هينفع بقى مع اكابيلا؟ والله دلوقتي ما حصلتش معايا. ما حصلتش. يعني بتطوع. انت بتطوع بالظبط، لان فعلا احنا نقدر نعمل اي اغنيه، نقدر نعمل اكابيلا حتى على فكره لو ما كانش فيها ثراء كبير قوي احنا ممكن نضيف فيها خطوط. اغاني السيده ام كلثوم مثلا. اوكي طبعا. لا نقدر. طيب. نقدر، بس هي بتحتاج طبعا رؤيه. بتحتاج رؤيه معاصره وبتحتاج برضه اصل التراث عندنا في، يعني لازم يكون في امانه في التوصيل للتراث بالذات. تمام. فاي اغنيه لام كلثوم او عبد الوهاب او تراثنا الحلو ده العظيم لازم نوصله ب ب ب تحافظ على بالظبط. بالظبط. فالحكايه فيها شويه مخاطره. أيوة. فالاغاني اللي احنا بنقدمها حتى لو حضراتكم ان شاء الله تسمعوها اغاني كلها جديده. بحيث ان انا الشكل الاكاديمي اللي انا بقدم بيه الاكابيلا مش عايزه المتلقي يحس ان احنا الحكايه اكاديميه قوي وبتاع. لا الحكايه احنا مقدمها بشكل اكاديمي علمي مظبوط، وفي نفس الوقت اغاني الشباب يحبوها وبيقبلوا عليها. نعم مايسترو دراز، يعني اوقاتنا بتحلو معاكم، خلينا نسمع شويه زياده من هالفرقه العظيمه. اوكي. بإذن الله.
بشكي لناس